صراحة هاي الريفيو بدها شتاء مع سيجار واو خافتة وحطب تولع، ولكن بما انه ما فتنا بهاي الاجواء بعد فراح اعمل ريفيو anyway. مرحبا انا كمال، واليوم راح اعمل ريفيو سريع على عطر بيدمونت من عبر براندي السعودية. حكيت عن ثلاث من عطورهم قبل هيك وهذا العطر الرابع. بيدمونت للناس اللي بتحب ريحة الحطب وريحة الخشب مع التوباكو او ريحة التوباكو كمان، فجابوا لكم ريحة الدراي توباكو ريحة السيجار بالإضافة لريحة شبة النار أو ريحة الحطب، وحطوهم الاثنين مع بعض بعطر جميل جدا جدا ممتع جدا. العطر مناسب للأجواء الشتوية أكثر، مناسب للأجواء الباردة، ممكن ليالي الخريفية الليالي الشتوية، مناسب جدا للمناسبات، وأداؤه جيد جدا لممتاز وبيبدع كمان بالأجواء اللي بتميل أكثر للبرودة. للناس اللي بحبوا عطور مثل أورتو باريسي تيروني رح يعطيكم لمحات منه، رح يعطيكم لمحات ممكن كمان العطور اللي فيها دراي توباكو مثلا بواسيكار، ولكن بعيد شوي عن بواسيكار، ولكن للي بيحبوا هاي الاجواء رح يحبوا عطر بيدمونت كتير. العطر كونكم ما بتقدروا تجربوه قبل ما تشتروه بيجوا معه سامبل، بتقدروا تجربوا السامبل، اذا ما عجبكم العطر بتقدروا ترجعوا. فهيك اتوقع انه بصراحة بشوف سعر العطر بالنسبة للي بيقدمه والبرفورمنس تاعته ونقاوته وجمال الريحة صفقة جدا رائعة. إذا جربتوا أي من العطور عبرها اعطوني رأيكم فيها تحت بالكومنتس. أنا كمال، إذا عجبكم الفيديو بليز اعملوا لي لايك، تابعوني حتى تشوفوا كمان ريفيوز عن العطور. شكرا.